طيب، أهلا وسهلا بطلابنا الأعزاء. نحن اليوم راح نتابع نحن وياكم هالسيريد اكزرسيس سوبليمونتير، وأنا اليوم عم ببعث لكم تسجيلات لأنه كان يفترض أنه بحسب برنامجي الخاص أنه أبعث لكم أونلاين، لكن بما أنه في إضراب لأساتذة الجامعة ببلش اعتبارا من الاثنين، يعني من اليوم، فأنا متضامن مع الإضراب ومشارك بالإضراب ليوم الاثنين، لكن يوم الثلاثاء نحن بدنا نبلش نحن وياكم درس الإيدروستاتيك والإيدروديناميك، يعني البارتي فلويد. فاليوم رح نخلص كلكو إكزرسيس سوبليمونتير، وفيما بعد بدنا نرجع لشغلة إنه بدنا نفوت أونلاين وبدنا نكفي بموضوع اللي اتفقنا عليه واللي هو مثل ما قلنا لكم درس الفلويد. فإذا أول شيء بخصوص شغلنا نحن، في عندي إكزرسيس نيميرو 2، بس لأقول كلمة بالإكزرسيس نيميرو 2، هو هذا إكزرسيس بولي دوبل، هو ذاته اللي اشتغلناه نحن بالكور، ولكن بدل ما تكون البوا نازلي هيك نزول، البوا هلا راح الافي لإلها، ولكن اللي عم بيشتغل لي هلا على التنسيون على الروتاسيون دلا بولي هي التنسيون تي ا وتي بريم ا، اللي هي بقدر طلعها بحسب البرنسيب فوندامنتال دلا ديناميك. هيدا بتمنى عليكم تحلوه انتو لحالكم، و مثل ما شايفين نفس الإتاب اللي اشتغلناها نحن وياكم ب يمكن هذا نيميرو 2 أو نيميرو 3، ما عادش متذكر بالسيري اللي حليناه. هلا في عندي هذا الإكزرسيس 3. إكزرسيس 3 هو عبارة عن سيلندر، هذا السيلندر اللي شايفين لي هون، هذا السيلندر كي تورن أوتور دو ستاكس باسون بار delta, يعني par son par son centre ou son axe de révolution, et sur la périphérie de ce cylindre il y a un fil enroulé, et à travers l'extrémité du cylindre on trouve une tension T, C égale T'C, qui agit sur la rotation de la poulie. طبعاً هاي البولي، sur cette poulie est accrochée une masse MB. فإذا اللي هون بيهمنا إنه à partir de tout cela il faut calculer l'accélération linéaire du bloc B. كمان صاروا نفس الإتاب، بطبق مثل ما شايفين وعارفين مجموع المومون إيغال إي تيتا سكوند، بس sur le cylindre مين اللي عم بيعمل لي روتاسيون على السيلندر؟ بالحقيقة هيدا الفيل، هذا الفيل اللي هو يعني ريبريزونتي بار ليفي دو لا تنسيون سور سا بيريفيري تي سي. طبعا الاي سي هي المومون دينيرسي لهالسيلندر، وتيتا سكوند سي هي الاكسيليراسيون انجولار. مثل ما بنلاحظ انه سي جو رامبلاس شاك تيرم بار سا فالور، بدل ما اكتب التيتا سكوند فرح اكتبها هي ا سور ار سي. RC سي لو ريون دو سيلندر، هي أول مرحلة. بعدين كمان عندي شيء تاني عم بيعمل روتاسيون، هو البولي، بدي طبق الروتاسيون دو لا بولي، مجموع المومون بيساوي اي تيتا سكوند، ولكن هلا الاي تبعت البولي. هلا مثل ما شايفين هيدي البولي شو عنا قصتها، مين عم بيعمل لها روتاسيون؟ هي تي سي يعني تي بريم سي، والتي بي اللي هي تي بريم بي. فاذا مثل ما شايفين على الرسمه تنسيون، المومون دو لا تنسيون تي بي عم تكون بوزيتيف، المومون دو لا تنسيون تي سي عم تكون نيجاتيف. كمان اي بي بتنزل التيتا سكوند، هالمره صارت ا سور بيتي ار، بيتي ار اللي هو ريون دو لا بولي كوم لانديك لا فيغور. برجع كمان بدي جيب التنسيون ساعتها من وراء التنسيون تي بي، من وراء البرنسيب فوندامنتال
de la dynamique appliquée sur B. طبعاً بعد ما أعمل projection بيوصل عندي tension لهيدي الإكسبرسيون. إذن برجع لمين؟ للبولي. لهيدي الإكواسيون تبعت البولي. بحط الـ TB هون وبحط الـ TC اللي جبتها فوق. بيطلع عندي هيدي السيستم أو هيدي الإكواسيون سامبل. دون لانكونو سي الأكسيليراسيون لينيير دو لا بولي. Et par suite, à partir de cela, je tire l'inconnu qui est AP ou A, tel que l'accélération linéaire prend cette valeur. Vous voyez que c'est une expression toujours positive, et par suite, le mouvement est uniformément accéléré de translation de la masse B. Et elle est uniformément accélérée de rotation pour la poulie et de la même pour le cylindre. Mais à condition de dire que A égale petit r d'arbre à seconde, les bitcoins, l'alpoulie, ou A bitcoin, grand r, multiplié par tête à seconde, mais tête à seconde, c'est pour le cylindre. إذن هون عندي شغلتين غريبين شوي قبل ما أختم البروبلم، اللي هي إنه تيتا سيكوند، حطوا لي عندكم ملاحظة فوندامونتال، إنه تيتا سيكوند بور لو سيلندر هي غير التيتا سيكوند بور لو بور لا بولي. فإذن طبعاً الكل عنده نفس الأكسلراسيون لأنه الديبلاسمون du bloc B, où vous êtes au déplacement sur la périphérie de la poulie, où vous êtes au déplacement sur la périphérie du cylindre. Et donc, je répète, nous avons dans ce système une même accélération linéaire pour l'ensemble, mais une accélération, accélération de rotation pour le cylindre est différente que celle pour la poulie. فإذن في عندي اثنين اكسيليراسيون انجولير بور لابولي. طبعا هودي الدوني نيميريك نيسيسير بور تريتي لو سو بروبليم. دونك فوالا لو بروبليم نيميرو 3 خلصناه. النيميرو 4، النيميرو 4 كمان هذا جاي بسيسيون 2012، كمان هذا مثل ما شايفينها عندي تيج كان بالإتا فيرتيكال هون، اجت ماس ام ضربته كانت بفيتيس في بي، لما ضربته راحت بفيتيس في بريم بي، بس علي التيج طبعا عم بيعمل روتاسيون اوتور دو سيت انجل لا، عمل يعني مونتي دو سون سنتر دو ماس جي، اي بور باليي ان انجل دو تيتا بريم. Qui est égal à une certaine valeur. Faisan, montrer à Walshi, عندي هال phénomène, عندي le VB, مثل ما شايفينها, la vitesse initiale avant le choc de la boule, في عندي la vitesse V' de la boule après le choc, في عندي moment d'inertie, وعندي هال rotation de la tige. مثل ما شايفين, montrer que juste après la collision, θ' final est égal à 3 secondes. θ' final, yani la vitesse angulaire de la tige, je répète, juste après la collision. بهذا البروبليم مثل ما صرنا نحن عارفين انه سيستم ايزولي ان روتاسيون معناتها il y aura eu une conservation du moment cinétique. المومون سينيتيك انيسيال هي بس لمين اللي عم بيتحرك، ومين كان عم بيتحرك؟ البول لو ماس ام في ال، والال هي الديستانس من الفيتيس لعند الاكس دو روتاسيون، ولكن طبعا تبعت تيج اتقالها زيرو لانه كانت انيسيالمون هو ريبو. مثل ما شفنا بالبروبليم اللي حليناه مره الماضيه، سيجما فينال هي كمان للبول بس لما صار عندها فيتيس في بريم. طبعا في عندي اي تيتا بريم، اي تيتا بريم اللي هي المومون سينيتيك دو لا تي جوست ابري لا كوليزيون. جو في ليغاليتي ماتيماتيك بور
les moments cinétiques avant et après, ou initial et final, et je trouve que θ' finale de la tige juste après la collision est égal à 3 secondes. Hala, tani soual, c'est l'inayé بعد هذا السؤال, انه la collision est-elle élastique بكل بساطة بجيب l'énergie cinétique initiale du système. مثل ما شايفين راح تطلع معي هيدي الفالور وبجيب الانرجي سينيتيك فينال دو لانسامبل دو لانسامبل مين الانسامبل هن البول لانها كفت بفيتيس في بريم طبعا ان دومي اي تيتا بريم كاري اللي هي لمين لتيج ان روتاسيون جو تروف كو سي سي ايتيغال ا 1 جول ومرت الماضيه كانت 1 سويس ستادير لو شوك et inélastique à cause des pertes en énergie. Les pertes peuvent être, comme j'ai déjà signalé, peuvent être ces pertes comme pertes thermiques ou pertes par déformation, c'est-à-dire changement de forme de la surface de la tige ou de la boule, l'équente sphérique ou battalette s'arrête quasi sphérique. Alors, on bite le soal, mettre le machin fin. De quel angle θ prime, de quel angle θ prime, la tige va-t-elle dévier? Yani, hey de θ prime, hey θ prime. Isabelle, qu'on a dit, mais la vitesse angulaire, hey de angle. De quel angle? Hala, msamina θ prime, hiye. Yani, Isabelle, qu'on samouha θ1. L'enchouf, la loin, bada ta'amel déviation. Hey. هذه قصة عادة صاروا هالبروبلمات نوعيتهم سهلة عليكم ليش؟ لأنه بتجيبوا أنتوا هيدا السيستم اللي هو التيج لحاله هاي التيج بتاخدوا لي الانرجي ميكانيك جوست أبري لا كوليزيون هيدي بتعتبروها بولي كمان الانرجي ميكانيك على فاز فينال لما بتهدى وبكون هيدي الأنجل تيتا 1 اللي أنا بدي جيبها فبتلاحظوا انه بهالنوع من طبعا في ايجاليتي للانرجي ميكانيك ولكن بعرف الانرجي ميكانيك انيسيال شايفينها هون الانرجي ميكانيك انيسيال دو لاتيج شو هي؟ هي الانرجي سينيتيك اندوميتد juste après la collision plus mgl sur 2 le centre de gravité se trouve à la hauteur h est égal à l sur 2 bel état final mgl sur 2 le cosinus theta prime t'amlulna l'égalité wa biwsal handi l theta prime qui est égal comme angle, hein, mais vitesse angulaire, est égal à 50,64 degrés. L'exercice supplémentaire numéro 5, heida, عندي, مثل ما شايفين, heida, système اللي هون, عندي bloc, و heida, le bloc qui est nazil, وفي عندي بولي عم تبرم طبعا لتسهل النزول من هون وعندي كمان هيدي القبول او سيلندر هيدا سيلندر معلق بالمواتيه لإله وهون من وراء التعليق الارتيكولاسيون في عندي فيل ايان لا تنسيون تي سي طبعا هو عم بيبرم هو عم بيعمل روتاسيون سان غليسمون car il y a une force de frottement statique F responsable à la rotation. Faisan, mèche le bloc en biamel her rotation hon, ou le centre de masse G en termes de translation, ce qui fait faire descendre le bloc B sur le plan incliné. Voilà le phénomène qui nous entoure. طبعاً هون autour d'une poly de masse négligeable. Donc cette poly là a une masse négligeable par hypothèse. Bien. هيدي هي عندي
données initiales du fil. Le sual montrait que la tension du fil est de 3,5 MA. Awal shi, عندي اثنين tension de la part et d'autre de la poulie. Mais pourquoi on nous a dit une seule tension? C'est parce que la tension sur la poulie à droite est égale à celle à gauche, car la poulie a une masse négligeable. Donc, à partir de cela, j'applique le principe fondamental de la dynamique sur, d'abord sur le bloc, enfin sur le cylindre, sur ce cylindre, sur ce cylindre. Le poids réaction normal, la tension TC, ou la force F. Je fais une projection à la sens positif, à droite, moins F plus TC est égal à ce qui est بعد البروجيكسيون موان اف بلس تي سي ايتيغال ا ام ا. طبعا هون التي سي بينت، ولكن عندي مشكله مين؟ مشكله مستجده هي الاكسبرسيون دو لا فورس دو فروتمون. كمان جابليك لو برانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك توجور سور لو سيلندر، سور لو سيلندر. طبعا في عندي مثل ما صرنا عارفين مومون دو بوا، le moment de la réaction normale, ou le moment de la tension T est égal à 0. Je répète, ici aussi, le moment provoqué par la tension TC est égal à 0, car TC est appliqué sur l'axe de la rotation. والتيسي مثل ما شايفين على الرسمة بتعمل لي بتسبب لي هي الترانسلاسيون، ولكن اللي عم بيعمل روتاسيون واللي بيخليني اكتب هالإيجاليتي ما هو إلا شو؟ ما هو إلا الفورس دو فروتمون. يعني عم تطلع معي هون اف ار اتقال اي تيتا سيكوند، هيدي الاي وهي تيتا سيكوند. جو رامبلاس شاك تيرم بار سا فالور كوم دابيتود، بجيب الاف بقيمتها وبرجع بحطها بالترانسلاسيون، رح يطلع معي تي سي ايتيغال ا 3.5 ام ا، ام ا او ام ا جي هي زد. اون ديدوير لاكسيليراسيون، نحن جاوبنا على اول بارتي. ثاني بارتي بدي اجيب الفالور نوميريك دو سيت اكسيليراسيون، ستادير il faut se servir de du principe fondamental de la dynamique, mais appliqué cette fois-ci sur le bloc de masse M. بعمل هيدي البلوك، طبعا عندي نفس الاكسيليراسيون، رح يطلع معي على البلان انكليني MG سينوس تيتا سينوس الفا موان تي بي ايجال ام ا، والتي بي ايجال تي سي، بحطها بقيمتها هون، ليك شو صارت الفونكسيون كلها سوا، بيطلع عندي هون الايجاليتي سامبل. وبيرجع من وراء هيدي الإيجاليتي، جو رامبلاس نوميريكمون، جو تروف لا فالور دو لاكسيليراسيون. بيان. كالكولي مو ستاتيك أنتر سي إي لو بلان أوريزونتال. بما أن ستاتيك، بالنسبة للسيلندر، بنزل أنا عندي الكونديسيون تبعت ستاتيك. شو هي الكونديسيون بور أفوار une force de frottement à l'état statique, le hi haide, yani le mieux bat kon akbar min f sur n. Tarfo le n chou hi, le n hi mg, n mo mg cosin theta, par projection sur le plan incliné pour le bloc B. Baden le n, jibt le n ou jibt le f, chou hi le f hi ma sur 2, bhatta bi imeta, ou haide bhatta bi imeta, et je trouve que mu doit être plus grande ou égale à 0,625, voilà 625 sans unité, parce que c'est un coefficient de frottement. Taban, à l'égalité, bikoun hed el coefficient de frottement à l'état statique, yani bikoun el minimum.
لأنه ليكو الكونديسيون حتى يضل في روتاسيون سان غليسمون هو لازم تكون الميو أكبر من هالفالور. أقل فالور حتى يمشي الحال هي شو؟ هي الإيجاليتي، هي الفالور مينيمال. بيان، آخر سؤال بما أنه صار بروبليم سينيماتيك، عندكم الأ كونستانت، تكتبوا لي الرولاسيون الإكواسيون دو موفمون، بتشوفوا لي شو هو إنكوني، صاروا هودي يعني مش لايقين فيكم، أنتم صرتوا أكبر من هيك، هودي صاروا مزحة بالنسبة لكم. طيب، في عندي هالإكزرسيس، عندي كمان هالإكزرسيس نيميرو 6 واللي هيدا كمان سوبليمون سيسيون 2011. في عندي تيج، وين الرسمي وين الرسمي، ليكو هيدي في عندي تيج عم بيبرم، ليكو رح اقول لكم هي الطريقه كيف شكله. هيدا التيج كله نحن هلا هون على الاوريزونتال، ها يعني كل البوا تبع الكل هودي رايحين بالرياكسيون نورمال. كانت هيدي التيج هيدي عم تبرم لي، هيدي التيج هون عم تبرم بي فيتيس انجولير اوميجا 0، يعني فيتيس انجولير كونستانت. لما وصلت على البوزيسيون اوريزونتال هيك، وهي دائما كلها على البلان اوريزونتال، يعني معناتها ضربت بالبلوك بي من هون والبلوك ا اللي هن ماس ايدنتيك. بيان، ساعتها شو صار عندي؟ لقطتهم لهودي اثنين ماس بس كفت بفيتيس انجولير جديده. سؤالنا نحن، سؤالنا ديتيرميني لا فيتيس انجولير دو سيستيم ابري لا كوليزيون، لما لقطتهم يعني. بسيطه، هذا صار شغلنا مثل القديم اللي هو سيجما انيسيال اي 0 اوميجا 0، معي كل الترم بحط كل شيء بقيمته، ولكن السيجما فينال هالمره ليكو شو صار بهالسيجما فينال. السيجما فينال صارت الاي 0 للتيج هو عم بيبرم زائد 2 ماس، يعني 2 ماس بونكتويل علقوا بالسيلندر، كل وحده منهم هي ام دي 2، كل وحده منهم ام دي 2، بس بما انهم ايدنتيك ام دي 2 بلس ام دي 2، قمت انا قلت لهم 2 ام دي 2. انتبهنا؟ ضرب شوي ضرب الاوميجا فينال، بتعملوا الايجاليتي وبيطلع معكم الاوميجا فينال، من وراء الاوميجا فينال الاوميجا انيسيال بيطلع معنا الترم اللي هو بدنا اياه. بعدين ديتيرميني الانرجي بيردو او كور دو لا كوليزيون، طبعا هون الانرجي بيردو، الانرجي بيردو هي انرجي سينيتيك، لانه كل السيستم قاعد على الطاولة، يعني كلهم عندهم ام جي اش، وبالتالي ما في فارياسيون للانرجي بوتنسيال، يعني ما في بيرت اون انرجي بوتنسيال، دونك لا سول بيرت كيل فو كونتي سي لا بيرت اون انرجي سينيتيك. سي بور سولا بحط الانرجي سينيتيك انيسيال للتيج، ولكن كمان بحط الانرجي سينيتيك فينال، ولكن هالمرة لمين؟ للسيستم. شايفين اندوميل اي جديدة ضرب الاوميجا 1، لهالمرة بعتبرهم كلهم سيستم واحد لانه صار تيج وملزق عليها شو دو ماس اي بي، يعني حطيتهم هون ملتبليه بار اوميجا 1. انتبهوا اوميجا 1 هون شو او كاري، يعني المومون سينيتيك هي سيجما بتساوي اي فوا تيتا بريم، بينما الانرجي سينيتيك اندومي اي تيتا بريم او كاري. اتونسيون ا تو سولا، اي جو كونت ا ليتا انيسيال ا ليتا فينال، جو تروف كيل يا اون بيرت دو 0.822 جول، هودي هن البيرت اللي راحوا من عندي. بيان، دونك فوالا، هذا كله يعني كله صار بشكل بسيط، كله ماشي على الكونسرفاسيون دو مومون سينيتيك. انتم انتبهوا للملاحظه اللي بدي اقول لكم اياها، انه شاك فوا كو نو افون لو كا دون روتاسيون، في عندي شوك مع روتاسيون، وهيدا الشوك عامل لي فيتيس انجولير او اعطاني فيتيس انجولير اليتا انيسيال كونستانت وفيتيس انجولير اليتا فينال كونستانت، دغري بتفتحوا دينيكم وبتفوتوا لي دغري على الكونسرفاسيون دو مومون سينيتيك، على اساس هيدا سيستم ايزولي ان روتاسيون.
تبعنا، لانه بس بمجرد ما يعطيني اوميجا كونستانت يعني تيتا بريم كونستانت يعني تيتا سيكوند ايتيغال ا زيرو، يعني سوم دي مومون اللي هو اي تيتا سيكوند سوم دي مومون صار زيرو، معناتها اذا سوم دي مومون ايتيغال ا زيرو، وطبعا اكيد مجربين نحن ومأكدين انه سوم دي فورس ايتيغال ا زيرو، صار سيستم ايزولي يعني صار في كونسيرفاسيون دو مومون سينيتيك. بيان، كمان بهذا الاكزرسيس صار كثير بيشبهوا بعضهم الاكزرسيس، ليكو هون شو عندي؟ عندي هي التيج ابي كانت بالايتا انيسيال هون، فلتت لهيدي التيج، لما فلتت من هون ضربت لي بوندول سامبل كان الايتا انيسيال، هيدا البوندول سامبل اللي قدامي ضربته، ولما ضربته لزقوا ببعضهم وطلعوا، ليكو اعطيتكم انا سانس دو روتاسيون دو سيستم، يعني معناتها هيدي التيج نزلت لهون ضربت بهيدا البوندول، يعني ضربت بالماس اتاشي او فيل، والسيستم كله راح شوي دون سو سانس. هلا بهيدا البروبليم اول سؤال مونتري كو تيتا بريم انيسيال دو لا تيج اي دو 10 راديان بار سكوند، وبرهنوا لي كمان انه الفي بي جوست ابري لا كوليزيون اي دو 2.45 متر بار سكوند، يعني معناتها انه باول مرحله بجيب الكونسيرفاسيون دو لينيرجي ميكانيك، بس بور لا تيج برجع هون اذا بدكم انتبهوا للي ما انتبه ينتبه انه هيدي توجور افون لو شوك، يعني بحط هون الايتا انيسيال دو لا تيج وبعد ما نزلها بحط الايتا فينال دو لا تيج هون، بس يعني بام ميكرون قبل ما تعمل الكوليزيون. فاذا هي الايتا انيسيال فوق والايتا فينال فوق، بالايتا انيسيال شايفين صار بروبليمات عم تتكرر، ام جي ال لانه السنتر دو ماس هي مرتفعه دون ديستانس ال بارابور او ريفيرونس دو بوتنسيال، ولكن لما صارت على البوزيسيون اوريزونتال على البوزيسيون فيرتيكال صارت الشي على هوتور ال سور دو، ولكن مع ان دومي اي تي بريم انيسيال او كاري. كل الترم معيون صار يجيب شوي نفس القصة تيتا بريم انيسيال دو لا تيج. بيجي كمان نفس القصة للبول البول كمان لا كيني نازلي من فوق، البول كمان كيني نازلي من فوق، ولكن صار فينا نفس القصة. إذا نازلي من فوق كانت بالبوزيسيون اوريزونتال، معناتها على التا فينال سون انرجي ميكانيك بيساوي الانرجي بوتنسيال انيسيال، يعني انرجي ميكانيك انيسيال هي السينيتيك، عفوا انرجي ميكانيك فينال هي السينيتيك فينال، انرجي ميكانيك انيسيال هي البوتنسيال انيسيال، مثل اي بوندول سامبل بتعملوا ايجاليتي بتجيبوا لي الفيتيس انيسيال بور لابول. بيان، بعدين ديدوير تيتا بريم دو لاتي جوست ابري لا كوليزيون، طبعا بانه جوست ابري لا كوليزيون راح اعتبره انه السيستم هو ايزولي ان روتاسيون، سيجما انيسيال ايتيغال ا سيجما فينال، السيجما انيسيال هي اي تيتا بريم انيسيال كاري، والسيجما فينال عندي اياها هيدي الفالور مثل ما شايفينها بالضبط، صارت هيدي مثل ماس بونكتويل ام في ال بلس اي تيتا بريم، طبعا كله على الكا، بعمل الايجاليتي للسيجما انيسيال والسيجما فينال رح يطلع معي هاي الفالور 1.83 راديان بار سكوند. فاذا هيدا بالنسبه لنا هيدا التيج وهيدي رسمته. لكن شو قايل لي هون؟ ها قايل لي هون هي الرسم اللي انا انه ابري لا كوليزيون لو بوندول ديفي دان انجل دو تيتا بريم كاري. فاذا نحن بهيدي البول اللي عملناها هون عملناها هيدي ابري لا كوليزيون، جست ابري لا كوليزيون مثل ما قلت لكم، هي ابري لا كوليزيون وهيدي تيتا بريم لانه طلعت من هون
طلعت الماس من هون ورجعت راحت لتصير مثل ما شايفينها لتصير بالبوزيسيون اوريزونتال اللي قدامي هون، هيدي بالاطاق فينا. على كل هذا بروبليم صار سهل. بالنسبه لنا الانرجي توتال، الانرجي ميكانيك توتال افون اي ابري لا كوليزيون اي كونكلور، صرنا عم نكرر البروبليمات نحن. الانرجي ميكانيك انيسيال هي لتيج هالقد، والانرجي ميكانيك فينال للسيستم صارت لتيج وللبول، يعني ان دومي اي تيتا بريم كاري بلس ام جي ال سور دو، شايفينها هذه صارت اجست على التا فينال. طبعا بعمل الكالكول هون لاثنين سوا وراح يطلع عندي هون بيرت اون انرجي، اكيد لازم يطلع بيرت اون انرجي. هون عم بتامل عم بقول شو في لازم لكم اياه، هي هيدي انه الانرجي ميكانيك فينال هي الانرجي ميكانيك للتيج والانرجي ميكانيك للبول. طيب الانرجي ميكانيك للتيج هي ان دومي اي تيتا بريم بلس ام جي ال سور دو، هيدي لمين؟ للتيج. طيب البول ما نحن شو اللي صار معنا؟ البول اعتبرناها انه بالايتا انيسيال، يعني هيدي التيتا بريم دو لانسامبل، هيدي التيتا بريم دو لانسامبل جبناها من هيدي هون، شايفينها؟ جايبينها من هون بهيدي الحالة، فصار عنا انه الاي للسيستم ليكوين هي اي اللي هون، هي اي للتيج بلس اي للماس، يعني اي للتيج بلس ام ال2. انتبهوا للي قلناه ساعتها، بس نعملهم اكسبليسيت اكسبريسيون اكسبليسيت بيطلع معنا كل الشيء اللي ناقصنا نحن. طيب بالبروبلم ويت، واللي هذا اخر بروبلم، هذا اخر بروبلم كمان، هذا بالسيسيون 2009 نفس القصة، شبيه هذا باللي قبله بس هيدي بولي سامبل. لو سيلندر سي دو ماس ام دوران ار ايت اتاشي او بلوك دو ماس بلوك بي دو ماس ام، هي على الفيجور اللي شايفينه، par un fil sans masse qui passe sur la poulie de masse كمان M et de rayon petit r tel que petit r est égal à r sur 2. C roule sans glissement, انتبهوا لي لهالكلمة، sans glissement sur une table horizontale. هيدي C اللي قدامي من هون. يعني الباب ينزل نزول، هيدي بتبرم طبعاً، وهيدي من هون بتمشي هيك. T1 بتعمل لي ترانسلاسيون للسيستم، ولكن هو عم يعمل روتاسيون، مين عم بيبرمو؟ عم تبرمو بس هيدي الفورس F اللي هي الفورس أليتا ستاتيك، واللي هي عندها إفي بور فير لا روتاسيون دو سيلندر. كمان هون بهيدا الفينومين. أول سؤال montrer que T1 est égal à 3/2 MA. هلأ هون بهيدا الرسمة مثل ما شايفين بهيدا الرسمة هون، هيدا التنسيون ما بقى بتساوي هيدا التنسيون مثل العمل اللي قبله، لأنه هيدا البولي عندها ماس M كمان، هيدا البولي عندها ماس، وبما أنه البولي عندها ماس يعني عندها مومون دينيرسي، يعني التنسيون دي بار d'autres sont différentes. On nous demande tout d'abord de calculer la tension T1 telle qu'il faut voir que T1 est égal à 3/2 MA. Sans calculer A, ou là, on voit qu'il y a une autre chose, il y a une autre chose, on va déduire. Donc, tension on a une tension. Là, tension, on fait un des choses, deux effets. Je vais dire l'effet. Un effet, c'est la translation du centre de masse للسيلندر، وفي عند الإفيه الثاني اللي هو روتاسيون دو سيلندر أوتور دو سون بروبر أكس. طيب خلونا نطبق كل هاللي حكيناه على السيلندر. هلا طبعا الأ جي هي الأ دو بي، لأنه كل اللي بنمشيهم هون بيطلعوا على البيريفيري دو لابولي وبينزلوا هون، يعني الأ
l'accélération de B est l'accélération angulaire, l'accélération linéaire du cylindre. Faisa, alors je porte le principe fondamental de la dynamique pour le cylindre. L'idemna, taban poids ou réaction, tension T1, ou un des forces de frottement, les forces de rotation, c'est par contre sans glissement, بيساوي ام ا جي. هون بهالحاله هيدي طبعا انتبهوا شوي بدي اعمل بروجيكسيون دون لو سونس بوزيتيف واي نو سونس بوزيتيف سونس بوزيتيف دو موفمون محل ما ماشيين يعني جست ا دروات جست ا دروات فاذا جست ا دروات لايكو شو طلع معي الام جي والان عم بيطلعوا زيرو لان فورس بيربانديكولير سور لاكس دو روتاسيون يعني التنسيون T1 F إتقال MAG يعني MA يعني معناتها بدي جيب T1 طلع لي مشكلة مين الفورس دو فروتمون تبعت الروتاسيون بيجي أنا بطبق شو البرنسيب فوندامنتال دي لا ديناميك بس كمان سور لو سيلندر كار سو سيلندر إفكتو أن موفمون دو روتاسيون أن موفمون دو Rotation, il y a une somme de moments est égale à i theta seconde. Yani, ma andi illa li ambiam rotation hawi basil force F, force de frottement. Basil F, hi li am te brum li cylindre. Birja aboul hon enno le poids ou réaction normale. Tala chwa chwa ambek. Le poids ou réaction normale. With tension T, how do when appliqué sur l'axe de la rotation? Yani how do ces forces ne contribuent pas à la rotation? Donc leur moment de rotation, ces trois forces, leur moment de rotation sont nuls. Tabana, tabana le côté wena. شايفين لو T كيني على البيريفيري appliqué إيه بدي أحسب له الموment. بس التي وين سور لاكس دو روتاسيون يعني على مفصلات الباب يعني معناتها النا بار دي في سور لا روتاسيون مين اللي عم بسبب لي الدوران هو هيدي الفورس اف فاذا ما عندي الا هيدي الفورس اف بحسبها قدامي هون بيطلع معي اف ار ايتيغال اي تيتا سيكوند بحط الاي بمتر والتيتا سيكوند هي ا سور ار لو ريون du cylindre faisant bitlali min hon shoui l'expression de la force de frottement F je la remplace dans cette équation là ou hattan tnaynatan je remplace chaque terme bitlali bil akhir ma ha simple calcul li entou bit taba bitkon ta'amlo rah yitlali haydi l'expression li shayfina bien بالنسبة ل أول شيء هيدا جبنا فإذا nous avons montré que la tension est égale à cette valeur qui est égale à 3,5 MA هلا on déduire من وراء هاللي اشتغلتو جيبوا لي إنه الإكسبرسيون دو on déduire A en fonction de G G يعني égale à 10 يعني أنتوا عم تجيبوها valeur numérique يعني كأنه عم بقلكم A سي كوا كوم فونكسيون دو جي. يلا اللي اشتغلناه هالمرة على السيلندر بدي ارجع كفيه بس عمين بدي ارجع كفيه على البلوك بي بالأول وبدي ارجع كفيه على البولي ما غيره. على البلوك بي في عندي بوا وفي عندي تنسيون تي 2 مثل ما شايفينها هون صارت عندي جو بروجيت دون لو سونس بوزيتيف فير لو با Et le système marche vers le bas. Tout là, plus mg moins t2 est égal à ma. Faisant tout là, on dit t2 est égal à mg moins ma. Bien. Comment tout là, les, y en a qui tout là, tu m'as dit t2. Le cylindre tout là, les t1, première fois. Le bloc tout là, les t2. طيب ما هو اثنينات مشكلتين. مين اللي بده يعمل لي الصلحة بيناتهم ويحلل لي الإشكال هو البولي بيجي بطبق أنا لي برينسيب فوندامنتال دو لا ديناميك سور لا بولي كيسكي نوز أريف سور
la police, somme des moments est égal i theta seconde chez fin l'ilamin i de la police. ولكن عند ال a égal petit r theta seconde, petit r تبع البولي theta seconde. فإذا صار شو عندي هون؟ طلعوا لي كمان إذا بدي أرجع شوي لهون على الرسم لفوق على الرسم لهون. إذا بدي طبق البرنسيب فوندمنتال على هاي البولي والبولي عم تبرم لي هيك، مين اللي عم بيبرمها بوزيتيف؟ هي تبريم 2. مين اللي عم بيبرمها بالقلب؟ هي تبريم 1. فإذا المومون دو تبريم 2 رح يكون بوزيتيف لأنه مع السنس دو روتاسيون، المومون دو تبريم 1 رح تكون نيجاتيف لأنه ال سوبوز على روتاسيون. فإذا من وراء هالكلام اللي عم نحكيه رح يطلع معي إنه سوم دي مومون إيكال إي تيتا سكوند مثل ما شايفين، قلنا هاي المومون بوزيتيف وبيرجع عندي إنه هيدي المومون نيجاتيف اللي قدامي. فإذا تبريم طبعا ضرب الريون دو لابولي إيكال إي بي فوا تيتا سكوند اللي هي أ سور إر. جو رامبلاس تي 1 إي تي 2، تبريم 1 هي تي 1 وتبريم 2 هي تي 2 ها. لانه تي بريم 1 ايغال تي 1 هي ميم فيل، وتي بريم 2 ايغال تي 2 يعني ميم فيل ما تغير. بعمل الكالكول بحط كل شيء بقيمته، سي افو دو فير لو كالكول او دو ديكوفرير كو ا ايغال ا جي سور 3. ا ايغال ا جي سور 3. اي بار سويت لو مومون لو موفمون دو بلوك بيتي ام فير لو با، طبعا هو سميته سيستم بي فير لو با، عم تكون uniformement accéléré. الموفمون للبولي هي كمان ار بيتي ار ضرب التيتا سكوند. موفمون دو لا بولي هي عندها نفس الاكسلراسيون لينيير لانه نفس البيريفيري عم تتحرك. فاذا ولكن الا ايغال بيتي ار ضرب تيتا سكوند بس لمين؟ للبولي. حطوا لي ملاحظة هون إنه تيتا سكوند دو لا بولي إي ديفيرونت دو تيتا سكوند دو سيلندر. انتبهنا؟ يمكن السيلندر لأنه سيلندر عنده ريون كبير بيبرم بربتين، بس هذا بيكون بالمقابل برم له شي خمسة، يعني ما عنده نفس التيتا ولا نفس الفيتيس أنجولار. إي بار سويت أبارتير دو سولا جو دي كو بيتي أ إيسي petit a ici égal grand r theta seconde. Hon petit a az yani magar accélération linéaire a égal r grand r theta seconde. Ou haydi kaman l a li hi hon hi theta seconde du cylindre, bas haydi l a bsew petit r darb theta seconde de la poulie. Fazan rah irja aqoul hal kelmtayn enno l a égal grand R multiplié par theta seconde C, les theta seconde du cylindre, ben la mahon, l'A, l'A est l'accélération linéaire, petit R dar theta seconde P. Faisan, hon theta seconde P, rare theta seconde, les hiye chosma, theta seconde, ma rare tabat, cylindre. فإذا عندي اثنين شغلتين مختلفين بدهم يكونوا في فرق بيناتهم. أنا بهيدا الإكزرسيس عمليا بقول إنه خلصت الشابيتر دو لا روتاسيون. أنا محلكم بخلص هالإكزرسيس اللي عملتهم كلهم، وهالإكزرسيس سوبليمونتير بشتغلهم مثل ما هن بوان بار بوان، وصدقوني بتجيبوا العلامة الكاملة انتو بالامتحانات ان شاء الله. فاذا هذا بالنسبة لليوم الاثنين، ولكن اللي بدي اقوله انا الثلاثة رح كون معكم اونلاين لنبلش باول شابيتر اللي هو هيدروستاتيك، اللي هو اول شابيتر بالفلويد. بدي اقول شغلة كمان انه الشابيتر تبع الهيدروستاتيك رح اعطيه انا بحوالي ربع ساعة، طبعا رح اخذ منه شغلات اساسية وفوت مباشرة على الشابيتر 2 اللي هو الهيدروديناميك.
فإذا فيكم تقولوا السيانس بروشين اللي هي رح تكون نهار الثلاثاء هي ل اون بارتي دو شابيتر دو ليدروستاتيك، يعني الفلويد او ريبو بس، ولكن بدنا تكون الجراند بارتي دو سيت سيانس اي كونساكري او شابيتر دي فلويد ان موفمون، او بنسميهم هودي الهيدروديناميك. وهودي يعني كمان مثل ما قلت لكم الهيدروديناميك تحديدا الفي بارتي امبورتانت دو بروجرام. فاذا نحن موعدنا نحن وياكم رح يكون الثلاثه، ولكن برجع بقول بخصوص هالاضراب انا مؤيد للاضراب وداعم للاضراب، وانا هيكم مثل ما شايفين اضربت نهار الاثنين، ولكن هربنا لكم هودي يعني بس مش على اساس سيانس، هيدي بس لتستفيدوا انتم ما يصير في تراكم عندكم بالسوجي. فاذا لكن الثلاثه ان شاء الله رح نكون اونلاين نحن وياكم. فاذا فيني نومبرو سويو بريدون بور لو ريست دو بروجرام. هلا ريست دو بروجرام كمان يعني ما عاد فيها الصعوبه البالغه، اللي بيقطع درس الروتاسيون بيكون قطع لنا اون بون بارتي دو بروجرام، وطبعا بنكون مع هيدا الشابيتر بنكون خلصنا البارتي ميكانيك.